النهارده جالي بوكس من تاجر السعادة مشمش، عايزين نشوف فيه ايه. نفتح بقى ونشوف. الله يا عبد الله، الله يا عبد الله. طيب اول حاجة انا قابلتها قدامي ميلك كوكيز، شكلها جامد قوي قوي. تاني حاجة طبعا غني عن التعريف، اديني في التقيل، اديني ده النهارده سعرات حرارية بالهبل. يا الله، لا 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 لا، ايه الحلاوة والجمال ده؟ ده برضو جامد جدا جدا، طبعا غني عن التعريف يا مان. النوعين بتوعها في ايه يا مان تاني؟ انا مش عارف امسك ايه ولا ايه. اها، هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذا الكبير. كرانشي جامده قوي قوي دي، اسرع عارفها. برضه شوكولاتيه تانيه، انه العشق يا مان. الاربع شوكولاتات دول الماركه دي بانواعها كلها. ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ انا مش مسؤول يا زميلي عنك بعد الفيديو ده، اقسم بالله انا مش مسؤول على اللي بيحصل. بقول لك دلوقتي الشيبسي برضه الطويل اللي احنا عملنا عليه فيديو قبل كده، كاندي وشويه بقى زميلي بقى حلويات بقى وجماليات يا زميلي اللي قلبك يحبها.